تاكسي على المو جنبه والله. تاكسي ليش قد بطلع بهالتكاسي؟ تاكسي وقفنا وقفنا بس دايما نشتري تاكسي تبعت مجلس المدينة. تاكسي والله ما معي فراطة. تاكسي وين طالع عبود؟ تاكسي وين طالع ابوي؟ على ساحة الجامعة. اطلع ابوي اطلع. يعطيك العافية. اهلين وسهلين ابوي مية سلامة. بس استعجل لك شوي حجي الله يخليك. تهول بالك لسه الدنيا بكير. عايش مستعجل لك ابن اخوي عايش. والله بدي الحق اسجل على التكميل واروح على شغلي. ايش شو ايش بتشتغل حضرتك حتى شغلك كل هذا بكير؟ لك والله هو شغلي مو بكير لسه للوحدة تنتين. لسه للظهر يعني ايش بك؟ لسه الساعة 7:30 الصبح. يبقى مو ما شاء الله بالجامعة بيرقوا الدور رقد. هوف ليش هالزحمات هالخلايق هي يعني؟ لأنه على التسجيل ما هتنا غير معتمد رسوم واحد لكل ياتنا. ايش بده يمشي في هالدور ليمشي؟ نعمة ليش ما بجيبوا كذا واحد يعني وبريحوا هالعالم وهالخلايق من هلك عهي لك ابن اخوي؟ اخليها لربك حجي الله وكيلك. هي رابع مرة بنزل وكل ما يجي دوري بقولوا لي بتعرف ايش بقولوا لي؟ ايش شو هتلا شو؟ بقول لك ما ضل عندي وصوله تعوا بكره. نعمة حسبي الله ونعم الوكيل. لا وبتجي تاني يوم بقول لك معي وصوله زياده اليوم لا تاكلهم. منوقف لك على هالدور وما بتلاقي غير خلص الدوام مسكر الصندوق. حسبي الله ونعم الوكيل. بس ايش هالقصة هاي ايش هالقصة؟ وكأنه ما عندنا شغلة غير نجي ونوقف ونستنى بهالدوار. يلا طول بالك لك ابن اخوي طول بالك. كل السدنة بكير وان شاء الله بتكون هلا اول واحد. ان شاء الله حجي والله يعين العالم اللي عنده شغل بكير والله. اي والله يا ابن اخوي قطعت لي قلبي والله. رفيقي صار اخذ 3 ايام اجازة الصبح من شغله مشان يسجل وما كان يصح له دور وانه كانوا يعرف يجيبوا معتمدين رسومي مشوا امر هالطلاب بقى. الله يتولانا برحمته احسن شيء والله ما حدا سائل على هالطلاب وهالشباب هيلا والله. اي والله يا حجي ايه هون هون بعد امرك نزلنا بالله. ايه تكرم عينتينك طول بالك نقطع هالاشاره هاي. تفضل ابن اخوي تفضل. جد تأمرنا حجي؟ 250 ورقه الله يرزقك. عم بجيب 200 والله. هيت الله يرزقك. تفضل. 100 سلامه. تاكسي على المو جنبه والله. تاكسي ليش قد بطلع بهالتكاسي؟ تاكسي وقفنا وقفنا بس دايما نشتري تاكسي تبعت مجلس المدينه. تاكسي والله ما معي فراطه. تاكسي وين طالع ابوي؟